متابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولقاء خاص جدا مع أحد أفراد عائلة مرتجي، وهي أحد العائلات الكبيرة داخل النادي الأهلي على مدار التاريخ. طبعا معايا الأستاذ كامل مرتجي. برحب بحضرتك في البداية، وأكيد منور في النادي الأهلي، عايز آخد رأيك النهاردة في الجمعية العمومية وحضور أعضاء عدد جيد حتى الآن. هو طبعا إحنا كلنا جايين عشان النادي الأهلي مش عشان أشخاص، واللي يهمنا هو النادي الأهلي. فطبعا اللي انا شايفه الحمد لله ان العدد كويس لحد دلوقتي دخل، وربنا كده معاهم، وان شاء الله نجيب العدد المطلوب، يعني لان طبعا كل نادي المفروض تبقى له اللائحه بتاعته. ما ينفعش حاجه اسمها لائحه استرشاديه، واحنا بنرفضها لان هي ممكن قوي لا تتناسب مع الـ الكيان بتاعنا، ولا ذوقنا، ولا طريقتنا في النادي، ولا حياتنا كلها. فربنا يسهل كده ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نوصل الى العدد دون ونشرف النادي الاهلي، لان ده اسمه تاريخ. اهميه ان النادي الاهلي يكون عنده لائحه خاصه بيه، من وجهه نظرك شايف الاهميه دي ايه، وايه الرساله اللي حابب تقولها لاعضاء النادي الاهلي عشان يكونوا متواجدين سواء النهارده او بكره ان شاء الله في الجيزه؟ هو شوف، هو اهميه اللائحه بتاعه النادي الاهلي انها اللائحه دي اللي بيعملها اعضاء الجمعيه العموميه، والناس اللي هم اساسا الحكماء بتوع النادي الاهلي واللي عندهم خبره في النادي الاهلي، فهم عارفين وعايشين في النادي الاهلي، غير اللائحه الاسترشاديه اللي معموله لنا وجايه لنا من بره ومحدش يعرف عنها حاجه. فطبعا احنا اللي يهمنا جدا ان احنا نؤيد اللائحه بتاعه النادي اللي هي اساسا معموله من ابناء النادي، مطبوخه في النادي مش مطبوخه بره النادي. عايز اخد راي حضرتك، طبعا فرصه حضرتك معايا، رايك في مسيره النادي الاهلي على مدار السنوات القريبه السابقه، رايك في انجازات مجلس الاداره، انجازات فريق الكوره وفرق الرياضيه بشكل عام كده. انا هقول لحضرتك حاجه، انا تقريبا نادي اهلي الجزيره انا بروحه تقريبا مره كل سنه، او كل اللي هي لما بحضر ايام الانتخابات. الحقيقه اخر مره لما حضرت الجمعيه العموميه فوجئت بان المنظر اتغير خالص، حمامات كلها اتوضبت، اوض اللبس اتغيرت، الحشايش، الكراسي، ان اساسا انا من نادي هليوبلس، والبشمهندس محمود طاهر برضه من نادي هليوبلس، فانا كنت تملي بعتز من نادي هليوبلس انه هو من النوادي الراقيه اللي فيها مستوى الخدمه ومستوى الاداء والأمانة في المعاملة موجود. أنا فوجئت بتغيير شامل في كل حاجة، وطبعا احنا شفناه في الجمعية العمومية لما عملوا لنا كفيديو ورونا كل الإنجازات. فطبعا الباشمهندس محمود طاهر إنجازاته عظيمة في النادي، وراجل محترم جدا، وراجل أساسا يعني عمل كل تاريخه مش من نادي الأهلي، عمل تاريخه كله من شغله ومجهوده وإمكانياته المادية وإمكانياته الهندسية، وراجل محترم جدا، وأنا أتمنى أنه لو رشح نفسه إن شاء الله أرشحه إن شاء الله.